يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم في الحقيقة حلقة خاصة جدا، لأننا كلنا سعداء ومبسوطين بأداء الأهلي بالأمس وبالنتيجة وبالأهم اللي هو التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا كخطوة نحو البطولة واستعادة هذا اللقب الغالي. فبالتالي هيبقى عندنا تفاصيل على مدار الحلقة النهاردة هنتكلم فيها مع حضراتكم وكل ما يسعد جمهور النادي الأهلي. أهم شيء دايما بيكون التواصل مع جمهور الأهلي الكبير في كل مكان من خلال سؤال حلقة اليوم، وسؤال الحلقة بيتعلق برأيكم في أداء الأهلي امبارح في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم بعد تواصلكم معنا على صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام. البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يبدع ويمتع ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13. الأهلي راح 48 ساعة عقب لقاء الوداد. أما في الترند العالمي: مباراة مثيرة الآن بين برشلونة وريال مدريد. مباراة ريال مدريد وبرشلونة تعادل إيجابي، الشوط الأول خلص 1-1، هدف لفالفيردي ريال مدريد، وتعادل أنسو فاتي طبعا نجم برشلونة. ومباراة بتتلعب في هذه اللحظات ضمن فعاليات بطولة الدوري الأسباني، وهي أهم مباريات اليوم في جميع أنحاء العالم. هروح لفاصل سريع بعديه في تفاصيل كتيرة هنتكلم فيها مع حضراتكم، استنونا.